مرحبا، معاكم الكابتن منى مسمار والكلب لكس، عمره 11 شهر يعني لسه بابي. لكس قريب يخلص تدريبه، وهي الكابتن رعد مسمار وجاهز ينعض. طبعا هلا راح افرجيكم لكس، هو بيعمل الهيلينج اللي هو يمشي جنبي 100% تحت السيطرة. طبعا يلا نبلش. فس فس هي كلمة ألمانية، حتى يمشي بجنبي معناها بالإنجليزي هيل. السيطرة أهم شيء بشغل البروتكشن بيبول. فس طبعا هو شايف إنه الكابتن رعد مسمار لابس البدلة، هو نفسه يعضه بس طبعا تحت السيطرة 100% وما راح يروح إلا بس أنا أحكي له يروح. ست السيطرة أهم شيء بالبروتكشن، أهم إشي بالبروتكشن طبعا عشان ما يصير حوادث. طبعا هلا الكلب بده يعمل إشي اسمه هولدن بارك، يعني بده يجي يسيطر علي. الكلب بده يجي يعمل هولدن بارك، بده يجي يسيطر علي، يمنعني من الحركة، يحط بريزنت، يحط قوة في الموضوع إنه لا تتحرك، إذا بتتحرك بعضك، واللحظة اللي راح أتحرك فيها راح يعضني الكلب. بعد ما يعضني الكلب، لما أستسلم، لما أحكي لمنى أنا بستسلم، منى راح تخلي الكلب يتركني ويجي بجنبها بسرعة. عشان نورجي السيطرة انه بيسيطر علي وانا ما بتحرك، بيسيطر علي لما اتحرك. منى بتسيطر على الكلب طول الوقت، اترك، لازم يترك ويرجع جنبها ويكون جاهز لانجيجمنت تاني، يعني جاهز لعضة تاني، جاهز لأي حركة انا بعملها تاني. بس بنفس الوقت زي ما تشوفوا هلا راح اقرب انا واسلم على منى عادي، اقولها مرحبا، والوضع طبيعي جدا مع الكلب انه ما راح يتحرك. مرحبا منه، اعطته ستي زي ما انتم شايفين. هي الكلب متأهب بس ما عمل شيء، متأهب بس ما عمل شيء. يعني هذا كله تدريب وسيطرة تدريبية ممتازة من قبل منى. وتذكروا شغلة كتير مهمة، انه هذا الكلب بابي لساته جرو، عمره بس 11 شهر. يعني انه كلب يوصل هذه المراحل بالبروتكشن، بالحراسة، بتدريب الحراسة، طبعا غلط كبير كتير الناس تحكي شراسة، شراسة ترم خاطئ مش كويس، الكلب الشرس يعني كلب مش كويس، اوكي؟ انه يوصل هذا الكلب ب 11 شهر لحد الشغل بالبروتكشن بالحراسة اشي كتير منيح. خلينا هلا نشوف كيف الكلب بده يعمل علي جاردن، كيف بده يسيطر علي انه ما اتحرك وبس اتحرك عضني. وبعد العضة زي ما حكينا هلا منى بدها تسيطر على الكلب، بتقول له يتركني ويرجع بجنبها يكون جاهز لعضه ثانيه. شاهدونا كيف الريسبونس، كيف اول ما ريفير زي ما انتم شايفين الكلب عم بمنع الحرامي زي ما نقول انه يتحرك. اول ما يتحرك راح ينعض. شوف Good boy. Out. قد ما نحط عليه ضغط. Out come fuss. رجع جنبي 100%. Sit. منى بعد العضة عمل جاردنج حلو كثير. وسيطرة بتجنن من منى. الكلب جاهز لأي عضة ثانية. راح أورجيكم عضة إيريك، راح أهجم أنا من إيريك وراح يوقفني. Stay. Out. Bite. هلا راح نشوف سيطرة من منى حلوة. Out come fuss. Good boy. Sit. هلا منى راح تنزل الكلب على الأرض وتقول له stay، وأنا راح أهجم على منى وراح يجي الكلب يعضني ويوقفني عند حدي. Next down. Stay. أنا بعدت عنه شوي. الكلب على داون ستاي وانا بعيد عن منى شوي زي ما انتم شايفين. هلا اول ما اهجم على منى راح تستنجد بالكلب وراح يوقفني عند حد.